مساء الخير عليكم، تحياتي ليكم جميعا. قبل ما نتكلم في أي حاجة أحب أشكر كل شخص دخل وشارك في النقاش مع الفيديوهات اللي احنا بنعملها. كل واحد استمع للفيديو للنهاية وتناقش معايا في النقاش المحترم. كمان بشكر مجموعة الناس اللي هي التزمت بأداب الحوار للمرة التانية. احنا فعلا محتاجين نراجع نفسنا في الطريقة اللي احنا بنتكلم فيها. كمان في لاحظت ان احنا لما بندفع بالخير وبندعو الناس للابتعاد عن بذاءة اللسان، ناس كتيرة بتلتزم وبتقول انا مش هشتم، انا مش هغلط، وبيكون كلامهم معارض، ولكن معارض لكلامنا، ولكنهم فعلا حاولوا يلتزموا بطريقة مهذبة في الكلام، وده أسعدني كتير، لأن ما حدش أبدا بيدعو الناس للابتعاد عن بذاءة اللسان وطريقة الكلام الفجة اللي بقت منتشرة على السوشيال ميديا. فأنا حقيقي فخورة بيكم جدا. تاني، محمد علي ومستجدات الفضايح والأسرار اللي بيقولها محمد علي. دلوقتي بقت الفضايح من ناحية تانية، ان اسرته او اخوه هو اللي تصدر المشهد علشان يحاول يشوه محمد علي. محمد علي مش هو رمز بالنسبة لنا علشان يتم تشويهه، هو مجرد واحد عمل دور ان هو بلغ رسالة، يعني بلغ رسالة مش اكتر، انه قال انا شاهد على 1 2 3 والامر يرجع لكم ورد علي يا سيسي، ده كان كلامه. يطلع بقى محمد علي راجل بتاع مافيا، راجل بيتاجر في سلاح، راجل بتاع لمؤاخذة، واحد واكل مال الأيتام، الكلام ده ما يخصناش على الإطلاق. وإذا كنتوا متخذين هذا الأمر علشان تشويه محمد علي، يبقى مش يعني انتوا اتخذتوا اتجاه غلط وطريق غلط. المؤسسة العسكرية لما حد يطلع يعمل ادعاء عليها او على قياديين في المؤسسة العسكرية، لازم يكون الرد بما يليق بها، يكون بشكل قانوني 1 2 3، وليس بشكل ان يكون في كبش فداء. انتبهوا للنقطة دي، ان من وقت للتاني بيقوم النظام بالتخلص من بعض الوجوه اللي موجودة، من بعض اللواءات، تمام؟ ومهما يكونوا، يعني مهما يكون مكانهم، بيتخلص منهم بس من مكانهم، بيتشالوا من هنا عشان يتحطوا في مناصب تانية استشارية. طيب انت كمواطن لازم تبقى فاهم ان اللحظة اللي هتتوقف فيها عن تداول هذه الاخبار وعن الكلام في الموضوع ده، في اللحظة دي هي اللي هتنتهي في الدراما اللي ظاهرة على الساحة اليومين دول، لان ده معناه انك انت رضيت وقبلت بالامر الواقع، وبشياكة كده انت رضيت ان انت تتسرق وقبلت ذلك واستسلمت. وهو ده اللي انا قلته لكم في اول فيديو، ان انا بس بوريك حدودك ايه، وان ده اخرك انك انت تقعد تكتب وتقعد الشجب والتنديد، وهو ده اخرك. وبالتالي ده هينقلنا لمرحلة ان هل النظام يقبل على نفسه ان المواطن يكون يفقد الثقة فيه تماما وبشكل تدريجي، ولا الاحسن والافضل تغيير السياسة العامة واحكام الرقابة على اموال الدولة، علشان نقدر نجيب مصدر تاني نسدد بيه ديوننا بدل الضغط على المواطن. انهي افضل؟ بقول لاخو محمد علي، يعني اختشي انت، عيب، عيب عليك انك انت لما واحد طالع بيتكلم في اموال اتسرقت من الدولة او مشاريع بتعطى بالامر المباشر لناس محاسيب تابعين للواءات داخل القوات المسلحة، واحد بيتكلم في مصلحة ولادك وولادي والمصلحة العامة للبلد، عيب عليك ان انت تنقل الموضوع انك تتكلم في حاجة شخصية. بجد يا حاج يا زين ما ربيت، اتمنى ان يكون مضغوط عليكم بشكل او باخر، ولا ان انتوا ان الاخوات يطلعوا يفضحوا بعض بهذا الشكل. واحب اطمنك انك قول زي ما انت عايز، خد راحتك، قول عليه اللي انت عايزه، تمام؟
ده ما يفرقش معانا خالص ولا يهمنا خالص، لان هو بالنسبه لنا يعني مش سعد زغلول ولا هو رمز يفرق معانا اي حاجه. هو شاب زي كل الشباب، واذا كان له اي سلوك شخصي دي حاجه ما تخصناش على الاطلاق، وعلى فكره ولا تفرق معانا لان احنا ما بنخشش في حياه الناس الشخصيه. تمام؟ فبلاش تهدر نفسك وتفضحوا اسرتكم وتتكلموا في حق العيال اكتر من كده، لان ده مش هيفرق ابدا معانا. ده رقم واحد. احنا ما يخصناش هو اصلا كفرد، ولا انت ولا عيلتك ولا ولادك. احنا كل اللي يخصنا مصلحتنا احنا كشعب وفلوس البلد والاهدار الاموال العامه. فانت يعني ايه، يا ريت تطلع بره المنطقه دي، لان هي مش هي دي اللي هتاثر فينا، ولا هو ده اللي احنا عايزينه بصراحه خالص. والمستوى ده لا يليق بالجيش. الكلام ده ينفع لما تبقى فضيحه ممثله، فضيحه حد اعلاميين، حاجه كده بنغلوش عليها، لكن المؤسسه العسكريه لما حد يتكلم فيها يبقى لازم في رد من وزير الدفاع، لازم يحصل تحقيق، لازم يدخل رئيس الجمهوريه، ولازم يبقى فيه موقف. تمام؟ ولازم السياسه تتراجع. لكن نقل الموضوع من ساحات المحاكم والنائب العام علشان ننقله لمعارك على السوشيال ميديا، واطلاق الذباب الالكتروني يخشوا للناس اللي بتتكلم ويقعدوا يشتموا، هو ده اللي هيوقف الناس؟ هو ده اللي هيسكت؟ لا خالص. ان حاجه المفروض يتم حصارها ومراقبتها وحسابها، والناس تيجي وتتحاسب ويتم استدعائهم، ويتعرف واحد كل القيادات 1 2 3، ويكون في رقابه محكمه، ان بدل ما الموضوع يتاخد بجديه، وده يدي شكل وايمج كويسه للنظام، تنقل الموضوع ان هو يتحل بينكم في بعض على مواقع التواصل الاجتماعي، هو الفيسبوك واليوتيوب بقت هي المحاكم، خبطوا انتوا بقى مع بعض واحنا القافله بتسير، وانتوا اقعدوا حبه كلاب يعني تعوي مع بعض. لا لا، يعني مش ده المستوى. الكلام ده يتعمل في حاجة تانية، لكن مش في أي مشاكل متعلقة لما واحد يخش يتكلم عن رئيس الدولة، وحد يخش يتكلم عن الجيش والمؤسسة العسكرية. يبقى لا، يا هو اللي غلطان يا انتوا اللي غلطانين، واللي غلطان في الطرفين يتحاسب. طيب، إذا كنت انت فعلا بتحب رئيسك وبتحب جيشك وبتحب دولتك، إذا أنا أتعشم ان انت كمواطن، أنا كلامي للمؤيدين، لن ترضى على هذا النظام ان يكون فيه فساد. اذا وبناء عليه انا بطالب كل الناس، اي فساد انت شايفه قدامك انشره ووصله للمسؤولين علشان نعرف هيحصل ايه. خلينا ناخد هذا السلوك كنهج. اذا كانوا يعني بيحولوا الموضوع لمواقع التواصل الاجتماعي وهي بقت فعلا تواجد قوي، طب خليه نهج، خلينا نمشي كده. اي حد يشوف قدامه واقعة فساد يصورها ويكتب عنها وينشر عنها فورا. تمام؟ فموضوع المشاكل الشخصية وأي محاولات لتشويه محمد علي مش هتفرق معانا خالص، ولا هتهمنا، ولن تجعلنا نحيد عن القضية الأساسية اللي احنا بنتكلم فيها. فبلاش تضيعوا وقتكم في الفضايح دي. ليه كمان؟ لأن ده بيثبت أكتر عدم سيطرة الدولة على المواريث وحقوق الأيتام. ومعلوماتي واللي أنا عارفاه إن الناس كلها بتعمل 1000 حساب للمجلس الحزبي، ولكن مع ذلك نموذج محمد علي نموذج متكرر. مفيش عيلة فيها ورث أو تركة ما حصلش عليه مشكلة، ما حصلش عليه مشكلة. يعني ده الطبيعي، ده أصبح عادي إن كل ناس والدهم بيتوفى وبيكون عندهم ورث على طول بيجوا أهالي الأب وبيقوموا نطين في الموضوع وبيعملوا إعاقة، والأم بتتبهدل وولادها بيتبهدلوا من بعد هذا الرجل. عشان كده الناس بقت على قد ما تقدر، اللي بيراعي ربنا في حياته بيزبط مراته وبيزبط ولاده علشان ما تتبهدلش من بعده. فاللي بيعمله محمد إذا كان ده حقيقي ما يخصناش على الإطلاق، ده رقم واحد. رقم اتنين، دي حاجة موجودة في كل العائلات، ويرجع لهذا الموضوع تاني، لان الدولة مخلخلة، مفيش رقابة حقيقية على حقوق الايتام وعلى المواريث. فالموضوع ده مش مشكلتنا خالص، وياريت لا يتم استدراجنا فيه ولا يفرق معانا في الوقت الحالي على الاطلاق. توقعاتي
حاجة من اتنين، يا إما استمرار الصمت الرهيب، وفي المقابل أنا بدعوكم إن أنتم ما تسكتوش في اللحظة اللي أنت هتسكت فيها، في اللحظة اللي هو هتنتهي القضية ويتم إعلان إنك أنت قبلت بالأمر الواقع، محدش يشتكي بعد كده. ده رقم واحد. رقم اتنين، توقعاتي إن احتمال الاحتمال التاني إن يتم زي ما قلت لكم في أول الفيديو التضحية ببعض رجال الجيش، إن يتاخدوا في قضايا فساد. فإحنا عندنا الاحتمالين، يا تجاهل تام واخبطوا راسكوا في الحيط وهو ده اللي عندنا، يا إما هيضحوا بناس. ودي هتعتبر رسالة لآخرين. وعلى فكرة تضحية هتكون تضحية سورية، يعني لمجرد خضوعهم لتحقيقات أو القبض عليهم، وليس استرداد كل أموال من انتفع من أموال الدولة عن طريق بناء فيلات أو تهريب أموال للخارج، أو زوجاتهم عندهم مشاريع، محلات ذهب، محلات ملابس، كوافيرات، معرفش إيه، أو شراء أراضي. ده الحاجات دي لن تستردها الدولة. فحتى التحقيقات هتكون تحقيقات سورية ولن ترقى للمستوى اللي هو اللي المفروض احنا بنتعشم ان يقوم النظام بتحقيق السيطرة على اموال الدولة بدل هذا الهدر اللي هو بصراحة مش وقته خالص. كمان في موضوع مهم عايزة اتكلم معاكم فيه. في فيديو قبل كده قلت لكم على احنا ايه كمواطنين ايه اللي المفروض نعمله في الوقت الحالي، علشان انا بحب اجيب من الاخر وما احبش الرغي كتير. يعني احنا ممكن نقعد نفتح فيديوهات وفيديوهات تتفرجوا وناس تتكلم، لكن انت كمواطن الموضوع بالنسبة لك اتحول لحاجة زي الفور اولوز، يعني حد كده عمال يتنطط قدامك ويطلع يتكلم هنا شوية وبعدين هنا شوية، واحد تاني يطلع يتكلم، وانت قاعد مستمتع ومستني ها الفيديو اللي هيجي بعد كده ايه، ويا ترى ايه اللي هيتقال. يعني برجوكم طالما يعني هذا الوضع اللي احنا فيه، اهم حاجة في الوقت الحالي ان انت تنظر الى اسرتك، وليس معنى هذا الاستكانة او الاستسلام او القبول بالامر الواقع. لا، زي ما انت مطلوب منك انك تتكلم وانك تعبر عن نفسك وانك تتكلم بما موجود في خاطرك، واذا كانت موافق اذا كنت رافض معك حرية الكلام، لكن في نفس الوقت لازم كمان تشوف اسرتك، لازم تحاول انك انت تنقذ الاسرة من الضغوط المادية اللي موجودة. لما قلت لكم كل الناس تشتغل، واحدة ردت عليا قالت لي انا واحدة ستة طالعة على المعاش وامكانياتي محدودة ومش عارفة اتصرف ازاي. انا ردت عليها قلت لها ان يعني انا اعرف واحدة طالعة على المعاش ومع ان هي عايشة في شقة تمليك، الا ان هي ليها مصاريفها. فالست دي طالعة المعاش عملت ايه مع ان ليها معاش؟ اول حاجة بقت بتتفق مع اسر ان هي تبقى موجودة تستقبل الولاد او تاخدهم من المدارس او تستقبلهم بعد ما يرجعوا وتعمل معهم الواجب، سواء عندها في البيت او هي بتروح للناس وبتستقبل الولاد وبتقعد تحل معهم الواجبات بتاعتهم. ده رقم واحد. بتروح لأسر تانية بس لمجرد ان هي تقرأ مع الأطفال الصغيرين كتب مش أكتر، يعني قصص وحكايات والكلام ده كله. رقم ثلاثة، اتفقت مع ناس لما يكون عندها معاد في حتة، يعني واحدة ستة مثلا زوجها مسافر، أو واحدة ستة عندها هتولد أو ما عندهاش حد ووالدتها متوفية، فبقت بتتفق مع هذه الأسر إن هي تراعي الطفل الصغير على ما الأم تروح، وأحيانا الطفل نفسه بيروح يبات عندها، وبتتفق اليوم بحاله هيقضيه معايا، بيقعدوا مع بعض بيعملوا جدول هيعملوا واحد اتنين تلاتة. أعرف واحدة ست تانية بتعمل مفارش، ست برضو على المعاش اتعلمت وبتعمل مفارش، ومفارش ترابيزات كروشيه وبتباعها وشغل كويس جدا. أعرف واحدة ست تالتة عندها برضو على المعاش، ست مسنة بتعمل اتعلمت شغل اللي هو التماثيل الخشب او العرايس الخشب، وبتجيب هي بنفسها الخامات وبتعملها وبتخش معارض وبتعرضها للبيع. اعرف ناس بيعملوا تبادل لغات، يعني مثلا انا اعرف مصري اعلمها وهي تعرف الماني تعلمني، او انا اعرف انجليزي اعلم حد هو يعرف مثلا لغة تانية يعلمني، وهكذا.
في انواع كتيره من الوظائف اللي يمكن ما تجيش على بالنا، لكن ممكن مع التفكير نقدر نوصل لحاجه علشان نوسع الدخل بتاعنا. كل اللي مطلوب منك او منك ان انتوا لازم تفهموا الوضع الحالي. احنا لازم نطلع من اللي بيحصل ده، مش معناه استسلام او ان احنا هنقبل اللي حصل، لكن انا بطلع لك مصلحة علشان ما بقاش بطلع بتكلم معاك في فيديو وانت في الاخر هتقفل ومش هيتغير حاجة في حياتك. فاول حاجة الحمد لله ان احنا نجحنا ان احنا نعملها، ان احنا بندعو الناس طول الوقت ان هم يتكلموا كويس ويتجنبوا الشتيمة والاهانات، والحمد لله نجحنا الى حد كبير في ده، نجحنا ولسه هنصر ونتمسك بيه. رقم اتنين، عايزين ننجح كمان ان احنا نفكر، كل واحد يبص جواه ويفكر هو ازاي يقدر يفيد اسرته في ظل الغلاء اللي موجود دلوقتي. فكري جواكي، شوفي انت تقدري تبدعي في ايه، بتحبي ايه، بتحبي تعملي ايه، حتى لو اكله واحده انت بتتقنيها وبتعرفي تعمليها اعمليها ونزليها بعيها على النت. تمام، هو ده اللي بقى بيحصل على فكره. ناس مش مستنيه انا اقول، لكن انا بفتح مجالات للناس اللي هي مش واصل لها الكلام ده وما تعرفوش وبتعاني من ازمه طاحنه. ده مش هيساعد، ولكن اهو حاجه تبل الريق شويه، حاجه تساعد بشكل بسيط العائلات ان هي تتقدم لقدام، حاجه تسد خانه. فهو ده قصدي. ده مش معناه للاسف الشديد الناس افتكرته طب يعني انت بقى بتدعونا لقبول الامر الواقع والاستسلام، واحنا بقى هم يسرقونا واحنا ما اعرفش ايه. يا جماعه المنطقه دي انا ما اتكلمتش فيها، انا حبيت ان انا اوضح لاني بضطر اني ارد على كل واحد بشكل شخصي. انا ما اقصدش، فانا بوضح الموضوع بشكل عام. انا دايما بديكم نماذج، وقلت لكم المره دي نماذج تانية، فارجو يعني الفهم الصحيح للكلام اللي انا بقوله، لان ما فيش حل تاني. المنتظر دلوقتي والمتوقع ان الناس بتقول ان في بكره المؤتمر بتاع الشباب، فالناس متوقع ان الرئيس يتكلم فيه. فاحنا قدامنا حاجه من اتنين، يا اما يتجاهل الموضوع تماما ولا كانه سمع حاجه والمؤتمر يعدي عادي ما اعرفش هيجيب وش منين، يا اما يتكلم يقول وده اللي انا متوقعه ان هو يقول انه استمع الى اليومين دول بتدور مشاكل على السوشيال ميديا، وانتوا زي ما قال قبل كده انتوا قلتوا لي ارحل يا سيسي وانا زعلان. احتمال برضو ان هو يكون من الانفتاح ان هو يتكلم ويقول انا سمعت كذا او انا وصلني كذا. يا اما هو الموقف كله العام حاجه يستفيد منها النظام لمصلحته ان هو يكسب بيها بونت، انا اهو بتفاعل معاكم وانا متابعكم وعارف اللي مضايقكم وهتحرك في الموضوع بالشكل الفلاني، بس انا زعلان عشان الطريقه اللي اتكلمت فيها. متوقع ان يكون في اصدار مجموعه من القوانين للسيطره اكتر على مواقع التواصل الاجتماعي، قوانين تخنقكم بزياده وتحدد الحريات اكتر. ومن ناحية تانية انت كمواطن تاني على ارض الواقع مش هيوصل لك اي تحسن، يمكن على المدى البعيد. ليه؟ لان مازال حتى لو اتخذ القرار احنا محتاجين حد عنده من الامانة بمستوى عالي جدا علشان ما يقبلش على نفسه مصروف هو نفسه ولا اسرته مصروف زيادة انه ينتفع بمنصبه كرئيس دولة او اي وزير ينتفع بمنافع خاصة ليه ولاسرته مقابل شعب جعان ومحروم وطبقة كبيرة قطاع كبير من العشوائيات مهملة تماما. فهنشوف المؤتمر بكرة ايه اللي هيحصل فيه. وتاني بقول لأخ محمد يا ريت تفكك من الموضوع ده لأنه مش فارق معانا خالص مهما يكون محمد ايه، هو بالنسبة لنا وصل الرسالة. بقول للمواطنين لو انت توقفت عند هذه النقطة الموضوع ده كله هيموت. وبقول لك تاني نماذج كتير علشان تحاول انك انت توصل لحل تساعد بيه أسرتك. تمام، تحياتي ليكم وهشوفكم على فيديو تاني وهنشوف محمد علي مشكلته هتوصل لفين.